بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة مباراة دور ال 16 لكأس أمم إفريقيا. منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب جنوب إفريقيا في واحدة من أهم وأصعب المباريات اللي هيلعبها منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة. خليني أبدأ الأول سريعا جدا بتشكيل منتخبنا الوطني في هذه المباراة. محمد الشناوي في حراس المرمى، لم يتغير التشكيل عن المباريات السابقة أو المباريات اللي بدأها خفير أجري في المباريات السابقة. الشناوي في حراسة المرمى، أحمد المحمدي ناحية اليمين، أيمن أشرف ناحية الشمال، أحمد حجازي ومحمود علاء اثنين سنتر باك، ومحمد النني وطارق حامد اثنين في وسط الملعب، ثم ثلاثي خلف مروان محسن المهاجم الوحيد، محمد صلاح ناحية اليمين وتريزيجيه ناحية الشمال، وعبد الله السعيد تحت مروان محسن، ومن أمام النني وطارق حامد. إذن ده تشكيل منتخبنا الوطني لمباراة جنوب إفريقيا. أما تشكيل جنوب إفريقيا لهذه المباراة، رونين ويليامز ده حارس مرمى، ثم مخيز ناحية اليمين وسيفيسو هالانتي وبهلي مخوانزي وثلاني هالشواية ده رباعي خط الدفاع، وكامول هيو وموكوتجو ودين فورمان وبونجاني ولورش وبيرسي وليبو، دول ثلاثي خط الهجوم في منتخب جنوب إفريقيا. زي ما حضراتكم شايفين منتخبنا الوطني بيلعب بشكله الطبيعي 4-2-3-1، الطريقة المعتادة اللي بيلعب بها منتخبنا الوطني، والطريقة اللي دايما احنا متعودين فيها، وده الشكل اللي دايما بيلعب بيه. عايزين نقول لكم التغييرات من دلوقتي، بالمناسبة ممكن نقول لكم ايه اللي هيحصل في التغييرات القادمة.